بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى تشكيل مكتب الهلال الأحمر السوري الحر في بلدة كفرنبودة في ريف حما الشمالي، وهدفها مساعدة أهلنا المهجرين المتواجدين في البلدة، والله ولي التوفيق. حرر في تاريخ 14/6/2017. نحن مجموعة من الشباب المتطوعين في بلدة كفرنبودة نعمل لصالح الهلال الأحمر السوري الحر الذي تأسس مؤخرا في المناطق المحررة، وهدفه مساعدة أخواننا المهجرين والنازحين والفقراء من القرى والمدن المهجرة والمنكوبة. ونحن الفريق التطوعي الآن انتسبنا إلى الهلال الأحمر، وقمنا بتشكيل مكتب للهلال الأحمر السوري الحر في كفرنبودة.